الشرطة تقضي على 4 عناصر خطرة في مواجهات مسلحة في 15 مايو. تعال نشوف تفاصيل الخبر. لقي 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهم في مواجهات مسلحة مع الشرطة في منطقة جبلية في 15 مايو، وذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطيرة. استهداف 4 عناصر إجرامية في 15 مايو بمنطقة جبلية. سبق لهذه العناصر ارتكاب حوادث صف ومسلح وسرقة بالإكراه وقطع الطرق آخر إطلاق نار على سيارة خاصة بإحدى الشركات تبع منطقة عتاقة بالسويس، وتم تبادل إطلاق النيران بين الأمن والعناصر الإجرامية، وكان بحوزتهم أسلحة وطابق آلية مزورة بالمنظار وطنجات وكمية من الذخائر. وتعالى نشوف اليوتيوب كده، دوت اليوتيوب. أتمنى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. تابعونا في القناة ومتنساش تعمل شير ولايك فضلا وليس أمرا. شكرا لاستماعكم.